ازيكم؟ هاي طبعا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، الوحشه بتاع كل مره دي. طبعا انتم مستغربين ليه انا قاعده، مش مفيش بس مفيش حاجه، لا انا قاعده عشان خاطر اتكلم معاكم كده شويه في حاجات تخص بقى الستات والدلع والحركات. المهم انا عايزه اقول لكم النهارده روتيننا بره عن الترويق والتنظيم والتسييق والحبه الفرهده بتاعه الحريم دي بتاعه كل يوم. طبعا كتر خيرهم، كتر خيرنا طبعا. بس النهارده الروتين بتاعنا مخصص للحريم. هو في رجاله والله العظيم انا شفتهم بعيني بيعملوا كده نفس الكلام دوت، بس النهارده دي اكتر حاجه بتهم الحريم وهي نظافه الرجلين. نظافة الرجلين النهاردة هنعمل مانيكير ومانيكير للرجلين كده على السريع، حاجات وصفة سهلة وسريعة في البيت وبحاجات البيت كلها، ولا تحتاجي تروحي بيوتي سنتر ولا تحتاجي ان انت تروحي اي مكان تاني. النهاردة هنعمله ايه يا بنتي يا ايمي؟ النهاردة هنجيبه مية سخنة، حضرة معايا مية سخنة، هنحضروا كرعونة فيها مية سخنة على قد ما بتستخدميها الرجلين. انا هقول الكلام الوصفة في الاول كده بسرعة وبعد كده هو هشرح لكم كل حاجة عملي زي ما بيقول. المهم هتجيبي كرعونة مية سخنة وتحطي فيها مية اللي انت تقدري تستحمليها وتحطي فيها رجليكي، وبعد كده هو هتجيبي معلقتين ملح طعام، معلقتين بيكربونات الصوديوم طبعا كلنا عارفينه، وهنجيبه حب الخل معانا وشويه شاور. في ناس بتحط صابون سائل مش عارفه، بس هما بيقولوا حلو برضه، بس انا بحط شاور، انا مش بحتاج دايما من وقت للتاني بعمل الوصفه دي في البيت. هي حلوه و يعني ثواني لو اتلخبط يا جماعه لسه بعمله، بس هي لسه يعني هي بتنعم الرجلين وبتنضفها جدا وبتشيل جلد المية الزايد اللي في كعب الرجلين، وزي ما انتوا عارفين ان الست معروفه نظافتها من كعب رجليها. الرجليها طبعا عامه، لا بجد والله هي مقوله بتتقال بس هي فعلا يعني، لان الرجل دايما بتبقى هي اللي في الارض وراحة جايه وبتروق وبتنفض وبتتنص والكلام دوت بيها، فهي دايما بيبقى في طبعا هلك والتعب كله طبعا على رجلينا عامه، فانت دايما روحه الجسد تبدا من الرجلين. سلام عليك يا امي، والله العظيم جامده خالص، بقول حكايه من النهارده. لا بجد يعني انا من وقت للتاني كده بحس نفسي عايزه اخد روحه كده اهوت، استجم مع حالي، بجيب بعمل الوصفه ديت وبحط رجلي كده في الميه ربع ساعه نص ساعه على قد المية يعني ما بتبرد معايا، طبعا بشيل رجلي عشان ما اسقعش. نفسيا حاجة كويسة، وطبعا جسديا نظافة طبعا، وال دي حاجة مهمة قوي. مش هطول عليكم بقى، تعالوا نشوفوا هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده انا فرشة حتة في الارض او حتة قماشة يعني في الارض عشان احط عليها الكرونة. اقلع طبعا الشبشب اللي هنا في القريب زي ما انتم شايفين كده. حشتوني طبعا كده علينا في حاجة نحط رجلينا مسخنة شوية عشان تقعد اكتر فترة يعني تبقى المية سخنة. بس رجليا كده شوية زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى معانا الوصفه بتاعتنا، وصفتنا سهله وسريعه وكلها زي ما قلت لكم من حاجه البيت، ان انت مش هتضطري او هتضطري ان انتوا تشتروا حاجات وتكسلوا او تغرموا يعني معناه. انا بعتذر عن بحر صوتي بقى، الشتا جاي هتسمعوا البحة دي على طول مش هتروح.
بص بقى دوت ملح الحيط اهو، نحط منه كده مقدار معلقتين في الميه. ربنا وصفه جامده قوي وحلوه جدا، وحشتوني وحشتوني قوي. ده بكره بنات الاستوديو مع الاستوديو هنحطه كده في الميه من فوق، لازم هو بفوق بس كده خلاص. انا بفضل احط شويه ملح، انا قريت الوصفه ديت كويس قوي من دكاتره، يعني الملح حلو برده مفيد. احيي يا جماعه الوصفه دي جامده جدا وربنا، انا شفت رجاله كتير برده بتنقع رجليها وبتنضفها، اصل النضافه ديت ما فيهاش راجل ولا ست. مش هيحط بلادور، مش هيحط الكلام ده طبعا، اعتذر، بس ننقعوا رجلينا تنضفها، كعب رجليك كعب رجليها ايا كان. انا بقول يعني عشان الوصفات دي تبقى دايما للحريم، لا في رجاله جرب كده صدقني هتعجبك الوصفه قوي، نفسيا كمان والنضافه الرجلين طبعا ده شيء اساسي. ده فا بينك شاور، انا ممكن تحط شاور، ممكن تحط صابون سائل المواعين والتنظيف ده، بس انا طبعا مش هحطه. انا بقول للناس يعني اللي هي مش متوفر عندها الشاور، طبعا اي نوع شاور مش شرط، او شامبو اي حاجه اللي هي تطري برده الرجل. ضربوا بس الملح والبيكربونات الصوديوم تمام دوت، سيبوا بقى رجلينا كده شوية وهي برضه في وهي في المية كده، نحاول ان احنا نلعبوها ببعض عشان توصل المية في كل مكان. احي راح والله، يعني حاجة حاجة حلوة يا جماعة نفسيا حتى نظافة بس عايزة بقى الحبة بتوع بالليل بقى في آخر اليوم. تقعدي بقى كده مع نفسك يا جماعة، لازم كل ست تهتم بنفسها الاهتمام، بس مش في المنظر او في المظهر الخارجي لا، بس طبعا في حاجات داخليات كتيرة هي بتعكس عليك انت نفسيا، تعرفي تكتبي بقى وتعرفي تتعاملي وتعرفي تعيشي حياة حتى تبقى مبسوطة. ما تستنيش حد يعمل يجي يبسطك، ابسطي انت نفسك كده، اعملي زي اخرجي وغيري من مودك، غيري من لون شعرك، روحي البيوت سنتر لو كنت مش حابة تعمليها او معندكيش وقت انك تعملي كده في البيت، او في اطفال طبعا مزولينك. حاجه جميله جدا طبعا ان الواحده تهتم بنفسها، وانا احب انصح كل واحده ان هي بلاش نكد يا جماعه، ما تطفشوا الرجاله منكم من النكد والله العظيم، مش نكد. في ضغوط عليكي طبعا، انا واحده من الناس ضغوط مش قادره اوصف لكم ازاي، بس اللي هو مش ذنبه حاجه، هو برده بيشتغل بيعمل اللي عليه طبعا. انا بقول للراجل الجاد اللي هو يعني اللي هو شايف واجبات بيته وشايف واجبات شغله وشايف اللي وراه وبيعمل كل ما بوصله، مش معنى كده ان هو يرجع بعدك ويقول لي العده دي انت مضغوطه من الولاد ومن البيت، انت كمان تحطي عليه بتطفشهم تطفشهم ويروحوا يتجوزوا، ترجعي تاني تعيطي تقولي اتجوز ليه وعمل ليه، انا قصرت في ايه وانا عملت ايه، ده انا شايفه حاجات البيت، ده انا شايفه حاجات العيال، ايه ده ايه ده ست، ده شايلتي لها فوق هم، انت شايله هم البيت والعيال، هو شايل بقى همكم انتوا كلكم وهم نفسه وهم اللي جاي. لا بجد والله انا طبعا شابو لكل راجل، الرجاله اللي هي ملتزمه كده اهوت وبتحب بيتها واولادها
وممكن كده في شغلها. فاهتم بنفسي، بلاش نكد. انا عايزه اقعد حلقه كامله اتكلم عن الستات النكديه. في رجاله نكديه برضه، ما تحسبش ان انت كده تلاقيت نكدي اصلا، مش كلكم طبعا. انا قصدي لا بجد، في رجاله برضه بتخلق المشاكل كده، مش عارفه ليه. بس ايه يعني، في بلاش يعني، اهتم بنفسك. يعني انا دردش معاكي كده وانا قاعده جايه في المايك. اهتم بنفسك، اهتم بنفسك بجد، اهتم بنفسك. في رجاله، في حريم كتير سوري معاش رجاله تهتم بنفسها، مش مستنيه يعني حد هيجي يقول لها قومي البسي حاجه كده فرفوشه ولا حاجه حلوه كده، قومي سرحي شعر. احيانا تقبلي ازاي ان هو يجي يقول لك الكلام ده؟ يعني انا اعرف حريم حد يعني انا اعرفه، هو اللي بيقول لها امي مثلا غيري، امي تعالي نخرجوا بلاش بره البيت، يعني بلاش جزئيه البيت، تعالي نخرجوا تعالي نفسك. انا تعبانه، انا جسمي مكسر، انا مش قادره طول النهار العيال والغسيل والترويق والبيت والمذاكره والمدرسه. ايه يما صلي على النبي. لا بجد صلي على النبي. ايه ده بلاش كده، خلي خلاص انت حتى عليك مواقف مواقف حصلت معاك يعني طول اليوم، خلاص بقى مش لازم لما يجي هو كمان برضو عدت عليه مواقف في البيت، مواقف في الشغل، مش هيجي يحكي لك برضو، مش هيجيلك الهم اكيد يعني. فاهتموا بنفسكم كده يا حريم، عشان الرجاله ما تتفش منكم. لا بجد في حريم طبعا تحب الفرفشه برضو والضحك والهزار، وتغير من نفسها ونضيفه جدا 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 طبعا. تحية اليوم انا بتكلم عن الحريم اللي هي ناسيه حالها، مش معنى كده ان هي وحشه ولا هي مقصره، لا ان هي ناسيه حالها وحاطه نفسها في الولاد وفي البيت وفي الكلام ده. اوكي ماشي، احنا كلنا بنعمله كده، بس في حته كده اللي هو التاتش بقى، اللي هو غيري من شعرك، اعملي رجليكي، ارسمي ايديكي، عايزه حاجه جديده، حتى لو حاجه مثلا، حتى لو حاجه بسيطه خالص، مش لازم تبقى حاجه واو او حاجه ماركه او حاجه غاليه، في حاجات بسيطه كده اهوت تعكس على شخصيتك نفسيا حتى. والله انا بعمل كده يعني، ماديا مش واو يعني، حاجات برضو على قد بجيبها بلبسها كده على قد استطاعتي، بس بتغير من حياتي ومن مودي، من نفسيا بتغيرني طبعا. بس انا بنصح كل وجه الله تحرري، مش عايزه حد يكرهني. هو الرجاله اللي حابه كده النصايح دي طبعا، كل واحد عايز يبقى سلطان زمان اكيد طبعا. انا اهو كده رجلينا لسه معايا طبعا، كنت حاطه ميه سخنه جدا زي ما انتم شايفين كده. طب التصوير يبقى كويس ويبقى قريبة تماما، انا لو قربتها اكتر من كده هتبقى جوه المية. تبتدي رجلي كده تنعم، يا سلام تبتدي برضه اهي حاساها كده بالبوش. مسيش كده قلت بقى نغير شوية في المحتوى بتاعنا والروتين بتاعنا، مش كله ترويق وكده. هو تيجي اللي هي البوش، فبتيجي بقى انا كده معانا بالحجر او الطوبة. الكاميرا كده فيها مشكلة. طلعت من المية سوري. إجمد عم الطرد مهرجان ده بقى.
وكده. في بقى اللي هو هنبتدي ان احنا نتعالجه كعب الرجل او الرجلين عامة. في اللي هي الحجرة دي بتبقى ناشفة جدا، انا بفضل الليفة المغربية للجسم كله طبعا. هي حلوة زي الجوانت كده، بحط ايدي فيها كده لله طبعا، وبتيجي بقى ان انا بروحها كده وهي في المويه. يا سلام ادعك بالطريقه دي. واحدة واحدة كده يعني، طبعا بعد فترة في كل الحالات اللي محطوطة فيها دي طبعا بالمية تبتدي ان هي تبوش عشان اقدر افرك الجلد الميت كده منها. ابدا ان انا سلمت معانا بس عشان اوريكم المنظر طبعا في تغيير. ابتدي ان انا ادعك كده الجلد الميت وهو بيطلع معايا الفرق طبعا. الليفه المغربيه دي ناشفه بس يعني كويسه، تقدري ان انت تستحمليها من الطوبه، او الناس اللي بتفضل اللي هي الحجر دي الطوبة بيطلعوا بيها برضه كده المية. دي حاجة كويسة زي ما انتوا شايفين كده. في ماسكات وفي حاجات كتيرة برضه بتتحط ان شاء الله مع الفيديو اللي جاي. اكتر من كده من مرحله الميه ديت كده. زي ما قلت لكم هضربوا كروانه ميه سخنه كده على قد ما تستحملي، تحطي رجليك فيها، معلقتين ملح طعام، معلقتين بيكربونات صوديوم، نص معلقه خل، وشوية شاور كده اهوت او صابون سائل زي ما تحبي المتوفر عندك. حطيهم في المية تنقعي رجليك فيهم لمدة ربع ساعة نص ساعة على قد ما تقدري تستحملي المية، بس حاولي تبقى دافية زيادة سيكة كده سنة علشان خاطر تقعدي فيها شوية كده متبردش معاكي وتبردك او تسقعك. احنا بقى ايه نشفه كده قبلينا عشان خاطر نشوفه هنعمله ايه المرحلة الجاية. شايفين كده نبتدي ان احنا نشيل معانا المية كده بعيد شوية. سوري انا جبت كرسي كده عشان خاطر انا ضغطت انهي دوت تعبني قوي. خلاص كده انا في الفينش، مسحت كل الكلودور طبعا حلو زي ما انتوا شايفين كده. المهم مبرد هنا البرودو طبعا ده وفرنا، طلعوا منها لازم يا جماعة كل واحدة او كل واحد كل حد يعني يبقى معاه ادواته الخاصة، بالذات ادوات التجميل او النظافة دي تبقى كل واحد ليه ادواته الخاصة. حتى معلش الفون عندي خلاص هينفجر من كتر التصوير والفيديوهات وكده. هنبرد ده وفرنا بالشكل ده، عشان فيديو طويل شوية بس انا حابة ابقى معاكم
واحدة واحدة واحلم فيك ان احنا بندردشوا مع بعض. طب وشي طبعا بوفك هي حاجة برضو كده تنضفيها بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده انا قربت بقى شوية عشان خاطر انا خلصت خلاص. نضفت كده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. هنعمله ايه بقى كده؟ احنا خلاص خلصنا، نحط اللون اللي احنا عايزينه. انا بحب اللونين دول، بحب كل الالوان يعني بالذات الالوان الهادية. فانا هحط انا هحط اللون دوت حلو هادي بس فاتح شوية يعني بس مش كتير. هحطه. الناس بتحط الكلادور اللون في رجليها غير اللون اللي في ايديها. الشفرات لما نجرب القطن والاسكنت الحاجات الزيادة كده. هنعمل الرجل التانية. دايما نلاقي الوان تليق معاكي كده ومع رجليكي، مش اي بتنجان وخلاص، ده مش اي حاجة وخلاص. توفرلك وصفة سهلة وسريعة احسن ما تروحي الكوافير او البيوت سنتر. يبقى تكلفك يعني اكتر، وهي ممكن حاجة تتعمل في البيت تبقى اسرع وسهل، وكلها مش هتشتري لها برضو اي حاجة من برا، هتوفر معاكي كتير. حابة كده فرفشة على نفسك انت بعد الولاد ما تنام ولا ايه؟ كلامي غلط؟ ده اللي انت تحبيه. لو هتلبسي حاجه معينه اليوم دوت فعايزه تحطي نفس اللون او لون ماشي معايا، دي حاجه ترجع لك انت. بس زي ما انتم شايفين كده انا خلاص خلصت، سيبها بس تنشف شويه. كل حاجة في مكانها علشان خاطر لما تيجي تخزي حاجة تلاقيها برضو برا. ناقص ايه بقى؟ كعب الغزال يا متحمد. كعب الغزال معانا. انا بحب بفضل اللون الوردي. استنى اقول لكم اللون دوت بفضله افضل يعني. هو في اللون الاحمر اللي هو بجد بقى دم الغزال الجامد دوت، بس انا مش يعني بحب اغير يعني. دايما كده يا جماعه تحطوه بطريقه
بالطريقه ديت بالوردين عشان خاطر يبهدل الدنيا في الصوابع. بحط كده اهوت على حسب بقى، في ناس بتحط اوفر اهو كده، وفي ناس بتحب بسيط كده زي المنظر دوت كده. كمان افورت حطيت كتير، بس هو بيبقى فيه مادة مرطبة بدل ما تستخدمي ترطيب وبعد كده نخفه بس شوية. سرطوات نلفه كده بالقطنة اللي معايا شوية عشان خاطري الموضوع ما يبقاش اوفر، عشان حبيتش تلبسي صابون صندل اي حاجة. اللون الوردي خطير، لون هادي كده وحلو، والاحمر طبعا. كده المنظر ده طبعا الناحية التانية دايما زي ما بقول لكم كده بالودانة مقطش كده بقى، وترسمي بيه كده كعب رجلك. هو طول ما هو خفيف طول ما هو يكون لنا احسن طبعا. كده خلاص خلصنا معانا. مش عايزاكم تنسوا تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس يا جماعه، اللي بيدخل يشوف كده ويجري دوت حاجه مش كويسه. وكومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه وكلامكم الرقيق جدا المحترم اللي انا بفضله عن اي كلام سخيف تاني. انا بعيد وزير، في ناس بتعلم معايا وبتثبت معايا من كلامها الرقيق المحترم الذوق والكلام دوت. بلاش الكلام السخيف التاني دوت، انا بلغيه بس ساعات كمان بمسحه على طول. كل واحد ورأيه طبعا، وكل واحد زي ما هو شايفني، او كل واحد زي ما هي شايفاني او بتفضلني بالطريقة اللي هي شايفاني بيها. طبعا اي حاجة كويسة على دماغي، اي حاجة وحشة وحشة قوي بالنسبة لي مش بتفرق عندي بشيء. فانا بنبه عليكم، كومنتاتكم الحلوة الرقيقة الشيك ودعواتكم الحلوة. ومش عايزة اللي مشتركش في القناة يرجع يشترك، ومش عايزة حد يكون يشترك ومفعلش الجرس عشان يوصله كل جديد وجديد. لايكاتكم الحلوة ما تنسونيش، ايمي ومحدش يروح في اي مكان تاني. باي.